دكتور الاهلي حقق فوز ومتصدر وممكن يكون اقل ضغوط، يسعى بكره للفوز ما فيها كلام هذه، علشان المجموعه صعبه ولازم انت يعني تحصد اكبر عدد من النقاط قبل ما تنضغط المنافسه في المجموعه. صحيح، لكن في ملاحظات فنيه الحقيقه على الاهلي. اولها العمق الدفاعي، واذا ما تحط امام الستار دفاعي قوي اللي هو محور دفاعي على مستوى ان تصل الى لاعبين افضل على الاقل في المحور الدفاعي، مثلا اشراك وليد بخشوين او تيسير الجاسم كمحور يقوم بمهام دفاعيه اكثر مع عبد رب الامير، مهم في تصوري، في تصوري مهم، لانه انت عندك ظهيرين عندهم نزعه هجوميه جيده وعندك اطراف مميزين، لكن العمق عندك مشكله في التغطيه وفي الكره الثانيه المرتده، ففتا مثلا وعبد الفتاح وادوارهم واحده وممكن في نفس الوقت ما يقومون بنفس المجهود البدني اللي انت تحتاجه في مباريات مثل هذه، يعني فيها القوه فيها العنف فيها الاحتكاكات العنيفه والقويه في طوال المباراه، فتحتاج يعني اللاعبين عندهم هالقدره، عندهم مثل وليد بخشوين على سبيل المثال، يعني محور دفاعي مهم، انت تلعب يعني خارج ارضك بعيد عن الجمهور، يحتاج إلى الناحية الدفاعية والتفكير في الدفاع خاصة الكاس بالمباراة الأولى. يعني عندك إيجابية جدا ممتازة، وبالتالي بس بالواقعية وبالهدوء الأهلي يستطيع أن يسجل حضور ممتاز. المقهوي أنا أشوف أنه مهم جدا في مثل هالمباريات، وليد بخشوين كذلك مهم، الناحية الدفاعية القوية تساعد كثير، عدم اندفاع الظهيرين اللي ذكرنا انها حي ايجابيه احيانا في بعض المباريات، لكن في مثل هالمباراه تحتاج الى ان يكون فيه تناوب بين ظهير الجنب اليمين واليسار، بحيث اذا اليمين رايح اليسار يبقى وهكذا والعكس صحيح، مهمه جدا في مثل هالمباريات. الحضور الجماهيري والدعم بيكون كذلك حافز مثل ما شاهدناها امام الهلال، جمهور العماني الحقيقه يعني في تناغم مع الكرة السعودية ومع الأندية السعودية، وهذه الناحية لا شك أنها إيجابية، تشكر الأخوان في عمان. نعم، طيب أبو أحمد، يعني تعتقد بأنه تركيز النادي الأهلي على دوري أبطال آسيا راح يحقق نتائج إيجابية؟ إحنا نعرف أنه الأهلي مثلا في الموسم الماضي كان هدفه الدوري، مثلا الموسم هذا في رغبة معلنة من السابق بأنه إحنا راح نركز في دوري أبطال آسيا، هذا التركيز راح يساهم بتحقيق نتائج إيجابية للفريق؟ والله مهم الأريحية صراحة، التركيز مهم، يعني تكلم الأستاذ أحمد المرزوقي مع انطلاقة البداية فقال إنه الأهلي تركيزه هذا الموسم على دوري أبطال آسيا، والأهلي محتاج تماما لدوري أبطال آسيا كنادي كبير ونادي متعوب عليه ومنفوق عليه الملايين ويضم كوكبة نجوم ومدرب متمكن، الفريق مهيأ، لكن مشكلة الأهلي هذا الموسم تذبذب المستوى، اللاعبين تلقى مباراة في القمة مباراة في القاع، احنا تابعناهم فازوا خسروا مقاسية 4 وبعد كده رجعوا فازوا 3، جات المباراة اللي بعدها خسروا من النصر 2-0 وبأسوأ أداء الصراحة وكان وسط جماهيرهم. نعم. من ثم تابعنا الأهلي في دوري أبطال آسيا أمل مكتوف قدم مستوى جيد، ففي تذبذب الصراحة يحتاج إلى حل قبل الجهاز الفني والجهاز الإداري، مشكلة الأهلي تذبذب المستوى، الدفاع يمكن اتحسن حاله كثير الصراحه بعوده معتز هوساوي، تابعنا يعني خط الدفاع تخلص كثير من السلبيات اللي كانت السابقه احنا تكلمنا فيها، كان خط الدفاع مرتبك ومهتز ومربك الفريق كله، ترى لما الدفاع يكون بديك الحاله السيئه له تاثيراته على الوسط، والوسط بدل يمد الهجوم يتفرغ لمسانده الدفاع، الحارس يهتز معه، اتحسن الوضع في الاهلي في دي الناحيه، الاهلي يلعب خارج ارضه، نحن دائما نركز لما انا العب خارج ارضي غير لما العب على ارضي، العب باريحيه كامله، انا عجبني المدرب لما اسمع اللاعب يقول المدرب قال لي انا العب باريحيه، العب كوره مرتاحه، دور كوره في ارض الملعب ولا تستعجلوا الهدف، يعني هذه الامور ينبغي ان تكون يعني مستحضره جميعا، والاهلي داخل ارض الملعب هو عمان، يعني عمان بلدنا ارضنا ما هي مشكله، لكن منطقيا حسابات الاهداف انت ما بتلعب يعني على ارضك، فطبيعي انك تركز في دي النقاط، ويعني والأهلي الصراحة وضعه جيد ومؤهل أنه ينافس بقوة على دوري أبطال آسيا، ونقطة أنا قلتها أمس وأحب أعيدها اليوم وأكد عليها، بلا آسيوية صعبة وقوية، بلا آسيوية مش عارف إيه. نعم. أنت بتلعب مع الأخوي القطري والأهلي الأماراتي، أندية كلها معاك متساوية، الأندية الإيرانية، أنت بس المباراة النهائية تروح لدول شرق آسيا، هذه الأندية كلها الأندية السعودية هي الأقوى، ركز على هذا الجانب هتلقى نفسك بمشيئة الله في النهاية، سواء الأهلي أو الهلال، أنا أتكلم بوضوح. نعم. هي الأندية اللي نحن بنراهن عليها في دوري أبطال آسيا. نعم.